السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عمران حازمي، والحين قاعد ألعب وأجرب لعبة كول أوف ديوتي بلاك أوبس 4. انتظرناها من زمان، يعني هذا السنين من آخر مرة ما شفنا بلاك أوبس 3 كان شيء جدا جميل، والحين أنا في أمريكا بالتحديد في لوس أنجلوس لتجربة هذه اللعبة، ونحط يدنا أول ناس نجرب اللعبة اللي موجودين كله الحين في الحدث هذا يعني يجربون اللعبة، وإلى الآن متحمس ومتفائل. فخلوكم معنا ونشوف مع بعض الجيم بلاي، اوكي؟ بس ايضا لا تنسون قبل ما نبدا تضغطون على زر اللايك والاشتراك في القناه، ولا تنسون التنبيه حق الجرس حق السبسكرايب، اضغطوه عشان يجيكم اول باول فيديوهاتنا، فان شاء الله تستمتعوا معنا في الجيم. اوكي الحين زبطت. اول كنت متورط بانه يضغط دايره عشان يجلس، انا ماني متعود انه دايره يجلس، انا دائما متعود انه ينزل هذا اللي هو الار اس. فقال نلعب دومينيشن ما شاء الله عليهم مسكوا البي بس، ولكن ولا هيد كوارتر انا متذكر هذا حق ايش؟ قنبل. اوكي والله ما ادري والله. اوه يطلع قنابل اكثر من واحد. اوكي انا ماني عارف من فين بيجون، من فين. اوه جاء واحد. اوكي كيل بسرعه. انتهى وقتك يا سيد. اوكي بسرعه ناخذ البي. يلا متحمس مليون. طب انا اروح الحين 95% مسكته. اوكي كويس. اوكي يبغالي ترتيب اغير السلاح كمان. يمدينا اغير السلاح، كيف اغير كلاس؟ ابغير بجرب سلاح ثاني. هذا بجرب. هذا رشاش اصولت، مو سب مشين كان، اللي يكون متوسط المستوى. ثاني يا سلام دبل كيل يا ولد. يلا باقي ناس. ما عنده هذا علاج ولا قصدي قنبله. ما تعود. قاعدين ياخذون الايه يا شباب. طيب القنبل اللي معاه هو بيحرقهم ذا قاعد. وينه؟ من ورانا ذا دائما يجي من ورانا يا اخي. والله ورطني يا الله. اخذ الايه ولا لسه؟ كم النشر؟ 11 9 يعني لسه. القنابل طريقتها مختلفة من الجزء هذا، انك تقدر تشحنها. دخلت درعم انا مرة، درعمت بزيادة. غلط اللي سويته، مرة غلط. يبغالي اركز، المشكلة اني الحين عرفت كل شيء اني اجري على الناس على طول. لسه موجود هذا، قاعد يشوشون الشاشة علينا على الخريطة. يا اخوان ليش الاي ذا كذا مره ايش؟ طلعنا. اوكي خلاص، ما هي نظام اللعب انه لك زي الارواح، اذا وصلوا نشره معينه خلاص ما يمديك تلعب، ما يرجع الاسبوع حقك. شوف باين انه واحد بس، باقي واحد ضد خمسه. يلا انهزمنا بالجوله دي اتوقع، بس ايش الفائده من الكابشر؟ عندنا ما فهمت الطور هذا، غريب. واحد ضد واحد، عندنا ندور عليه فين؟ ما يبين. لقيته. شكله حيموت. ما قصر. مبسوطين الحين وريهم الشغل. الحين الشوط الثاني. يلا الجيم اللي بعده ان شاء الله، بس اخذ صوت مشين ولا غير؟ والله خلينا على صوت ثاني. طيب بس المشكله 25 رصاصه فيها، بس سلاح قوي صراحه، سلاح جدا قوي. اوكي احنا ماسكين البي. دقيقه استنى. Hostile attack deploy beacon online. ليش ما احنا قادرين ناخذ ليه؟ ولا اخذنا ليه احنا اوريدي؟ والله ماني فاهم. ما جبته يا اخي. لاحظت انه في شيء انه دم الاعداء اقوى. مو الاعداء بس.
حرقني حرقني حرقني. يبغالي اغير السلاح القيم الجاي، اجرب سلاح ثاني غير هذا. يبغالي واحد كذا حركه سريعه كذا تعرف بسرعه كذا اضبط معاهم. يبغالي خف بسرعه. تعال اطلع والله شكلها درعمه درعمه ما الا درعمه. مرة تصويبي كان سيء، مرة كان سيء. خلينا غير كلاس. الجيم اللي بعده، يلا يلا يلا. كيف النشرة؟ النشرة سيئة شوية. والله ممكن يجيب الحين. وخر عنا الجرافيك حقي. لا، وخر 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 فيا صوت. خلينا استخدمها دي اشوف. يا الله بدري كم واحد قتل، بس اني غسلتهم. ولعت بنفسي ولعت بنفسي ولعت بنفسي من الحماس. بسرعة بسرعة علاج. اوكي مات 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 مات. ناخذ البي ولا خلنا البي احنا ولا ايش الوضع؟ يا خلنا البي خلنا. وين وين الشباب؟ وين 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 الدعس؟ هو يجي من وراهم يجي من وراهم. يا فزنا الحين الشوط الفاصل والفاصله الحين. ما قلت لك انا الفاصله الحين الفاصله. اوه لسه باقي شوطين والله. يلا 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 اللي بعد بسرعه بسرعه. كابشر اول زونز. اوكي ناخذ البي اول شيء ناخذ البي اول شيء ناخذ البي اول شيء ناخذ البي. انميز ار كونتستينج زون بي. العب العب. وي كابتشرينج برافو. يا سلام يا سلام. خلينا ناخذ السلاح بس هذا ايش؟ نحطه بتصفية حسابات. اوكي معشق وكل شيء. لا تجي من ورايا. لا في واحد ثاني اخبار ولا؟ خلينا عالج نفسي عالج نفسي. زي ما انتم شايفين العلاج ما يرجع من لحاله، لازم انت تعالج نفسك. اوكي خلصنا من هذه. اوه ولع فيه ذا. يا سلام قتلت قتلت. خلينا اشغل الكاونتر يو اي في. عالج نفسي بسرعه 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 بسرعه. يرحم والدينك اسرع. والله ما اقدر اقول لاك لان المتصلين على نفس الاتصال او نفس السيرفر. صعب اني اقول لاك بس والله اني وجهت على راسي موجه. انتبه اللي يجوا من ورا ذولي. ابغى ودي ارمي لهم قنبل بس ماني عارف ماني عارف كيف. ممتاز كذا يحرقهم كويس كويس. انا اكره من الخلف يجون من بعض الرجال. من الخلف يجون بعض الرجال يجون من الخلف من الخلف. يا ولد ابعد عنك ابعد عنك. اما فوزنا بالجوله الثانيه. يس يلا الجوله الثالثه والاخيره. الجوله الثالثه والاخيره. كيف؟ واو والله اكثر واحد. ها يس المركز الثاني والله دوبي ادري. يلا اوه يا السنايبر العب عليهم. معانا واحد فنان يا ولد معانا واحد جل جل. هذا الواضح. يلا بسم الله. يلا يلا الجوله الثالثه والاخيره. نجددهم نجددهم. انا خايف انه يجينا من ورانا كالعاده يسوون حركات عجيبه. احنا ديفند نروح البي ولا ايش؟ اوكي عرفت الموضوع. والله طولت معه بصراحه. والله كادت والله كادت والله التركيز والله كادت. بس يلا نجيب المرة الثانية. أهم شيء إيش؟ نحاول
قدر المستطاع. رفض البي. طب انا من فين اجي؟ يا واد مو علي. بسرعة عالف نفسك. اخذ الاي ولا ايش؟ ولا جايين على البي لسه؟ MTC is dry. Give it all you got. واو. ليش كدرين انتوا هنا كذا؟ ليش 21-15؟ والله الفريق كويس، والله ماشي وضعه. والله بطاريه الكاميرا بطيئه، قصدي بطاريه الكاميرا مره ناقصه، يعني في اي لحظه يمكن يقفل. مره مو وقتك. We're defending Bravo. والله بالتمه هذا قاعد يلعب، والله هذا المعرف فريقنا كويس، والله كويس. من اللعب الاول اي والله الكاميرا بطاريته على النهايه، يعني في اي لحظه ممكن يقفل، الله يستر. بس يلا 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 انا اخذت الجرنيت ذا اللي جنبي وماني عارف حق ايش، والسلاح ذا بصراحه ما اعرف حق ايش، بس بمشي ورا هذا على اساس لو مات اوكي مشيت قدام. والله اذا اعطاك فلاش ما يمديك تدن، تدري؟ يا الله والله تورط، والله المره تورط. اوكي. وهنا للاسف طفى عليه الكاميرا، خلصت البطاريه في الجيم حقي حق تيم ديث ماتش، وهذا الجيم هو اخر جيم وهو افضل جيم لعبته. يعني هنا بدأت ارجع لمستواي البلاك اوبس 3 وكول اوف ديوتي اللي قبلها. اول شيء حاب اني اتكلم عن اللعبه، اعطيكم انطباع السريع عن التجربه. اللعبه مثل ما انتم شايفين انه ما فيها تنقيز، ما فيها طيران، ما فيها جري على الجدران، بس ولكن فيها لمسات بلاك اوبس 3 اللي كانوا يعجبهم بلاك اوبس 3، يعني من النواحي العديده اللي في النواحي الجميله اللي في بلاك اوبس 3 اذا كانت عجبتك. بس اللهم الشيء الوحيد اللي ما كان مضايق اللي هو الطيران والجري على الجدران، فبلاك اوبس 4 حتعجبك. وايضا نفس الرساله اللي هو اي واحد عجبته بلاك اوبس 3 حيعجبه بلاك اوبس 4 بالتاكيد. نظام العلاج الجديد هذا اللي سووه مثل ما شفتوا دوبكم في الفيديو انه يمديك تعالج نفسك، اذا ضغطت على L1 فيطلع زي العلاج ويعالج نفسه وتنشحن مع الوقت. هذا يخلي في اللعبه شويه يقلل الدرعم اللي تكون في كول اوف ديوتي، فيخليك تبدا تركز تقول لا خليني اخذ كفر، استنى شويه اعالج نفسي ارتب حالي بعدين اهاجم مره ثانيه. فهذا صار يخلي انه فيها شويه تكتيك، مو زي قبل. زمان كان درعم الشغل ويجري وخلاص وما عليك من الامور وكل شيء تمام عندك، هنا خلوه شوي انه مهتموا بانه الواحد يرتب اموره زين. هذه الاشياء الحلوه. ما كان عندي وقت كثير اني افصفص اللعبه، في اشياء كثيره كان ودي اعرفها، ولكن في احد الاشياء اللي انا تضايقت منها انه زي ما انتم شايفين الكل سترايك ممكن يعدلونه في اللعبه الكامله، انه لازم تعلق على الزر المثلث عشان يطلع كيل ستريك. ليه ما كان نفس الاجزاء السابقه انه تضغط يسار ولا يمين بالاسهم يفك لك الكيل ستريك زي اليو اي في او الصواريخ او الشوبر والاشياء ذي الثانيه؟ سؤال استغربت منه بس، لكن تصير اي لخبطه بتشوف زر مثلث مثل انتم شايفين على اليمين الحين حاليا، بتشوف زر مثلث بعض الاوقات الخبط اضغطه مره واحده، لسه لازم لك تتعود عليه انك لازم تعلق المثلث عشان يفك لك الكيل ستريك، مو زي زمان كان ضغط الزر سريعه يمديه تفك على طول بدون ما تتعب نفسك. ما اعرف بصراحه. الشيء الثانيه في حاجه اللي ما فهمتها حاليا اللي عندي حلو، كان ودي اني اجلس اخذ وقت اطول اني افهمها، انه الريسبون صار طريقته شويه مختلفه، صار يمديك اتوقع ما انا متاكد بس كاني شفت انه يمديك تحدد موقع الريسبون حقك فين تبغى ترسبك، بس مو في اي مكان، في اماكن محدده. بس مع سرعه الوقت وسرعه اللعب اني ابغى بسرعه العب الساعه اللي عندي المحدده، ما عندي وقت اني اشوف كل الاشياء، ففي اشياء ما انتبهت لها زين. ولكن من النهايه اللعبه بصراحه انا استمتعت فيها، عجبتني، كان فيها سرعه في اللعب بطريقه مرتبه،
والاسلحه حقتها احساس من النهايه. اغلب الاشياء التحكم والاسلحه والاصوات من بلاك اوبس 3، يعني اغلبيه الناس اللي زي ما قلت اللي انبسطوا من بلاك اوبس 3 حينبسطوا على الجزء هذا. الشيء اللي تفاجأنا فيه ايضا انه صار في باتل رويال في كول اوف ديوتي. هذا الشيء يوم سمعته في البدايه، يوم سمعت انه اشاعه توقعت انه شويه صعب، انه هذه اشاعه ما صدقت في البدايه، ما صدقت الاشاعه وقلت انه شويه صعبه، وكيف اذا بيكون في باتل رويال في كول اوف ديوتي؟ ما لنا نستنى ونشوف نفسه، لانه حياخذ يعني لازم الواحد يشوف نفسه ايش حيكون. يعني الشيء الوحيد اللي يحمس الجمهور على الباتل رويال انه يقول لك انه حيكون في جميع الشخصيات اللي في القصه وفي الزومبي حقهم بلاك اوبس تقدر تلعب فيهم في طور الباتل رويال او تلعب شخصياتهم. هذا الشيء الوحيد اللي كان يعني اللي يحمس الناس مره كثير. طور القصه ما حيكون موجود للاسف. انا من الناس اللي بصراحه اشوف انه بلاك اوبس أبدعوا في طور القصة، بس شكلهم إنهم أخذوا الوقت بدل ما يضيعون في طور القصة، شكلهم ضيعوا في الباتل رويال. كان في أسئلة كثيرة أسألتها مطور، لو تروحون الموقع حق ترو جيمينج هتلقى المقابلة حقتي بالكامل منزلها في 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 موقع ترو جيمينج. كنت مسوي مقابلة سألت أسئلة كثيرة، ممكن المهتمين باللعبة ومهتمين بالمقابلة هذه يقدر يروح الموقع يقدر يشوف بنفسه. ولين دحين وانا قاعد اتفرج على المقطع حقي مقهور انه الفيديو ذا ليه ما تسجل، الكاميرا طفت عليه في لحظه مره حرجه، يعني بالذات الجيم هذا حسيت اني سويت اشياء كثيره. يوم ارجع الفيلم كذا طول راح علي كل شيء. امور ثانيه اللي انا بسالكم فيها، وش رايكم في اللعبه؟ يعني الجيم بلاي هذا اللي شفته انا حطيته 20 دقيقه، ممكن بعض الناس يقول لك يا اخي مقطع طويل، هذا المقطع لازم يكون طويل عشان تشوف أشياء كثيرة في اللعبة، تشوف من ناحية تنوع الأسلحة، الأماكن الجديدة في الماب، وتشوف المبادئ المختلفة، معطي فرصة كبيرة عشان تشوف أشياء كثيرة في اللعبة، تقدر تشوف تفاصيل. لعب أكثر من كلاس، جربت بعض الابيليتيز حقهم، جربت السوبر شارج حق بعض الشخصيات اللي مثل ما انتم عارفين في جزء البلاك اوبس 3 كان في زي الطاقة معينة إذا تعبت يبدي يسوي السبيشال حقه، موجودة هنا. ومثل الشخصية اللي أنا قد ألعبها هذا اللي عنده ناظور إذا لبسه أو فعله كان موجود قبل كده في الجزء الثالث، شخصية مثلها إذا فعل الناظور هذا تقدر تشوف أنه وراء الحيطان في نفس الجيم هذا شغلته، والحين يمكن أشغله مرة ثانية. وأيضا يعطي الفريق الثاني يعني يعطي الفريق الثاني فرصة أنه يقدر يشوفون كمان الأعداء الثانيين. بس يعني كانت تجربة رائعة. دحين أنا شغلتها وأقدر أشوف الناس من بعيد، والسبيشلز هذا بالنسبة لي يعني لسه أنا من النوع اللي أفضل اللعبة من غير السبيشلز. في ناس يفضلونه مع السبيشل، في ناس ما يفضلونه، بس ولكن مو هو بذاك الشيء المرة مزعجني. بس لو يخيروني أقول إنه يشيلونه بالكامل، بس مدام إنه كل شخصية عنده نفس القوة حقتك وأنت تختار القوة تقدر تكون عادلة. انا اشوف انها تكون عادله. فالخريطه مثل ما انتم شايفين الدائره دي من احد الاشياء اللي ما فهمتها بصراحه، يعني الدائره كذا نفس الخريطه كذا ماني فاهمه، لانه في زي الظل يجي عليها ولا تمشي كل ما تمشي تقدر تشوف مساحه ما فهمتها. يبغالي اجلس كذا لحالي، تعرف لما تكون جالس في الحدث ما تقدر تاخذ راحتك بالوقت، يعني ما يمديك تقول اوه والله عندي وقت يمديني افصفص اللعب على راحتي واشوف هذه حق ايش واشوف هذه حق ايش. ما عندي وقت انا بصراحه، يعني عندي ساعه واحده ويلا يلا بسرعه العب لك جيم، وحاول انك تركز في الاشياء اللي واضحه قدامك، الباقي عاد خليه لما ينزل اللعبه كامله بعدين تقدر تحللها بنفسك. وبس بصراحه ما عندي اشياء كثيره اذكرها عن اللعبه. بس لكن الزومبي كانت فكره حلوه انه بيخلون ثلاثه مبات من بدايه اللعبه. تخيل ثلاثه مبات الزومبي ينزل في يوم الاول، يعني اول ما ينزل اللعبه اصدارها الكامل هتلاقي انه الزومبي موجود فيه ثلاث مبات من البدايه. هذا شيء مره ضخم مره كبير. وايضا نسيت اني اذكر لكم الباتل رويال، من احد الاشياء اللي عجبتني فكرتهم انهم كانوا ملمعوا انه كل الخرائط اللي قبل كذا شفتها في بلاك اوبس كلها حتجتمع في ماب واحد. فلما تلعب باتل رويال او باتل او يسمونه بلاك اوت هتلاحظ نفسك انك في خريطه، بعد ما توصل حدود الخريطه بالنهايه تلاقي نفسك دخلت على خريطه ثانيه، بعدين خريطه ثالثه، بعدين خريطه رابعه. كيف حيسوونه هذه عاد طريقتهم عاد شو مره صعب. انا اشوف بالنسبه لي صعبه، بس اذا ضبطوها مثل ما انا بشوفها، يعني تخيل انك تكون في خريطه شويه تقدم شويه تلاقي نفسك في خريطه ثانيه، يعني مره احس انها فله حتكون. وبس
كان جيم بلاي حلو تيم ديث ماتش. هذا قاهرني جيم انه هذا ما تصور بالفيس كام مره يعني. الظاهر اني جبت قتلات كثيره ما اتذكر كم بالضبط، بس جبت شيء محترم يعني ضد الفريق الثاني. خلاص قد انتهى الجيم، ها فزنا خلاص. ذكرني جبت حاجه، خلينا نشوف ده يعني يبين. يبين قدام ايه، قاتل 21 وميت 7 مرات يعني، ما رقم جدا حلو اشوفه يعني. لسه هذا انا فوق الضغط ذا كله. المهم كذا نوصل لنهايه المقطع، ان شاء الله عجبكم المقطع. اذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه، ولا تنسون ايضا تنبهون زر الجرس اللي تلقوه جنب زر الاشتراك. كان معكم اخوك عمران حازمي، ولا تكتبون في التعليقات وش اللي عجبكم في المقطع او قصتي في اللعبه نفسها من اضافات واشياء ثانيه. نشوفكم على الف خير ومع السلامه.